وجهت مسؤولة في الشرطة النيوزيلندية خطابا باللغتين الإنجليزية والأردية إلى المسلمين في بلادها لطمأنتهم. ويأتي هذا الخطاب عقب الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا الذي أسفر عن قتل 51 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح. واستهلت الشرطة النيوزيلندية نائلة حسن خطابها بتحية الإسلام وبالحمد لله، مؤكدة أنها صدمت من الحادث الإرهابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peace and blessings be upon you. الحمد لله، الحمد لله. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما علينا إلا البلاغ المبين. Greetings to everyone here to support this event, and particularly greetings to my brothers and sisters. I am a proud Muslim and a leader in the New Zealand Police.